يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من كان لديه مال عظيم لكنه لا يظهر عليه ذلك في لباسه أو في سيارته، فهل يكون غير متحدث بنعمة الله؟ تحدث باللسان ما هو بالمظهر، تحدث باللسان. وإنما إذا كان أغناه الله فلا يظهر بمظهر الفقير، لأن هذا فيه كأنه فيه إنكار للنعمة. وفي الحديث إن الله إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يظهر أثرها عليه، يحب أن يظهر أثرها عليه. وإذا وسع الله عليكم فوسعوا، لكن من غير إسراف وبذل، إنما يكون باعتدال. نعم.